الإرادة طريق للتحدي، ده شعار بس مش للرياضيين اللي هم حققوا بطولات، لكن شعار يمكن نقول إن هو كمان للحياة. الحياة الأوقات كتيرة جدا بتجبرنا إن إحنا نقع في مواقف ممكن تخلينا نستسلم، لكن لو إحنا واجهنا وعندنا إرادة دايما بيكون النجاح هو حلف. خليني أرحب وأنا سعيدة جدا بالفقرة دي بصراحة، يعني معانا بطلة حققت بطولات ونجاح وحصلت على ميداليات كمان ذهبية وبرونزية في الأولمبياد. خلينا نرحب بندى محمد منتصر، هي بطلة النادي الأهلي في السباحة. صباح الخير عليك حبيبتي. صباح النور. منورانا بجد. ميرسي جدا. وعايز اقول لك احنا حاسين بالفخر بوجودك معانا جدا، وبسم الله ما شاء الله لما الميداليات المختلفة اللي انت حصلتي عليها في البطولات اتفردت. الله عليك يا طب الشايفة يا محطمة الأرقام القياسية يا حاصدة الميداليات الذهبية. لا يا ندى بجد بسم الله ما شاء الله، اكيد اهلك كلهم فخورين بيكي جدا. احنا اول مره نتعرف بيكي النهارده، بس حقيقي فخورين بيكي ومبسوطين بالانجازات الكبيره اللي انت حققتيها. الف مبروك عليكي ومنورانا النهارده. الف مبروك عليكي والف مبروك علينا. وعايزين نسمع منك بقى، مش هنقعد نسالك كتير، بس خلينا كده نعرف عن مشوارك الاول. انت بتدرسي ولا لا؟ وبعدين ابتديتي امتى السباحه؟ خلينا نعرف. انا بديت سباحه من 7 سنين، وانا اخذت من دراسه بقى من كام يوم من زمان يعني، واخدت كمان. انا كنت بطل عالم السباحه واخدت الاولمبياد خاص، وشايفين مدريه كثيره مع كابتن محمود خطيب. جميل. حلو قوي. يعني انت كنت بتدرسي يعني؟ لا مش بدرس. مش بتدرسي؟ ابتديتي بس وانت عندك 7 سنين. حلو. اوكي. ومين اول واحد خد باله ان انت لا في السباحه مميزه ولازم تركزي وتتمرني؟ وبركز في السباحه والدور بتاعي يعني اشطر مني يعني كده يعني. ايه وناوي على ايه بقى؟ بتفكري في ايه يا ندى؟ بتحلمي بايه؟ انا بحلم كل السباحه وفي موسيقى كمان. جميل. سافرتي بطولات بره يا ندى ولا كلها في النادي؟ يعني سافرتي باسم النادي بره؟ سافرت سوريا، سافرت الامارات، دور بقى خدت في بطولة سباحة وخدت مجلات ذهبية. هم شايفين كده ما شاء الله. وخدت كمان برونز وفضة. طب ما تحكي لنا كده عن قصة مثلا كل ميدالية. خلينا نبدأ باللي أنا لابساها دي، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية. خلينا يعني احكي لنا عن الميدالية دي مثلا. مجلات ذهبية خدت فيه كلور وباك ودولفين وبريست، دول خطهم كلها. وبعدين انا بس انا كنت بطل عالم من زمان. ايوه طبعا احنا عارفين ده. جميل. طب انت يومك بيبقى عامل ازاي يا ندى؟ من اول ما بتصحي كده بتتمرني كل يوم ولا لا؟ وكام ساعة بتتمرنيها؟ وبتاكلي ايه وبتشربي ايه؟ النظام الغذائي اللي انت ماشية عليه؟ انا ماشية على الجيم بالظبط. ايه؟ بتبقى انا سمعتش. صوت بقى محتاجين تعلي صوتك شويه يا ندى. صوتك سنه. بتقولي ايه؟ انت بطله يا ندى، انت مكسوفه تكلمينا. يعني انت عامله الشغل ده كله ومش عارفه تكلمينا، ينفع؟ بس بحب بقى حاجات حلوه يعني. هي حاجات مشرفه مش بس حاجات حلوه، عشان كده احنا حابين نسمع منك قصه كل ميداليه وقصه كمان انت يومك بيبتدي ازاي. يعني خلينا نبدا من هنا، انت بتصحي النهارده عندك تمرين مثلا، مين بيصحيكي؟ مين بيروح معاكي التمرين؟ بتروحي التمرين توصلي النادي تعملي ايه؟ خلينا نسمع منك. انا كل ما بصحى بدري حتى كمان عمتي كان واقف جنبي وهم شجعوني انا زي بطل الناس كلها. حلو. حلو جدا. وعمتي كانت بتقف معايا على طول. بتروح بقى معاك على طول التمرين؟ جميل. حتى كمان بابا واقف معايا ومامتي الله يرحمها. الله يرحمها. واخواتي كلهم بقى كده يعني. كلهم طبعا فرحانين وفخورين بيك يا ندى. طبعا طبعا احنا كلنا فرحانين بيك، مش اهلك بس بجد. وعايزين ميداليات ثانيه، عايزين نستضيفك كمان مثلا خلينا نقول سنه نملى بقى الترابيزه. ايوه. وهنفضي لك بقى ونشيل الكوبايات دي كلها عشان نوسع. طبعا نشيل الكوبايات. انت لسه ما قلتلناش برضو يا ندى بتحلمي بايه؟ وبرضو عايز اسالك، هل في عندك مثلا حد معين من السباحين او السباحات سواء مصري او مصريه او حد من الاسماء العالميه فعلا بتحبي تتفرجي على السباقات بتاعته وبيعجبك الستايل بتاعه في السباحه؟ برضو بحب السباحه اكتر. ما انا عارف، بس هل في شخص معين انت بتحبيه، سباح معين بتتفرجي عليه؟ فاكره فيليبس؟ تعرفي فيليبس؟ لا.
ده كان حد امريكاني محطم كل الارقام القياسيه في كذا دوره اولمبيه هو كان مشارك فيها، وعايزينك انت كمان تكسري الدنيا بعد كده ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. طب كملي لنا بقى الميداليات، احنا حابين ان احنا كمان نعرف الناس انت شرفتينا ازاي برضو، فتحبي تتكلمي عن انهي ميداليه مثلا؟ اكتر ميداليه كنت لما حصلتي عليها كنت مبسوطه قوي. وانا اخذت كل من الميداليات، يعني اخذت الذهب وفضه وبرونز. طب احكي لنا البرونز دي مثلا ليه كان وقتها مثلا ما عرفتيش تحصلي على الذهب؟ احكي لنا القصه. يعني قصه، يعني البرونز اخذت فيه باك انه عمق كتير يعني زمان كده يعني. طب والصعوبات اللي بتواجهيها عشان توصلي للمرحلة دي من البطولة والمستوى العالي ده، ايه الصعوبات اللي مريتي بيها؟ ايه الحاجات الصعبة اللي عدت عليكي؟ يعني حاجة مش صعبة قوي يعني. يعني التدريب، التمرينات، الحاجات دي مش بتتضايقي انك تروحي كتير تتمرني او كده؟ انا بحب الامرين في البيت، بس هم واقفين كل نوادي عشان في كورونا. ايوه طبعا. دي نقطة حلوة طبعا. عايزين نتكلم معاكي فيها بقى، يعني لان فعلا كتير من ابطالنا الرياضيين فعلا فترة الحظر والكورونا كانوا متوقفين عن التمرينات، فانت بقى كنت في البيت بتتمرني؟ كل كان بيجي لك بقى المدرب في البيت؟ مش في البيت، هم قاعدين في البيت هم يعني. تمام. هم يعني بيجي بعمل رياضة بعمل في البيت، بمشي على المشاية، اعمل التدريبات وعملت كمان اكل كمان. برافو عليك، يعني حتى وانت في البيت كنت ملتزمه بالتمارين. طب عايز اسالك برضو يا ندى، هل كل البطولات اللي انت خدتي فيها ميداليات ما شاء الله ذهب وبرونز وحاجات زي كده كانت كلها سهله؟ يعني خدتي الميداليات بسهوله ولا كان في مثلا سبق معين او دوره معينه او بطوله معينه كانت صعبه قوي عليكي وعملتي فيها مجهود كبير عشان تاخدي فيها ميداليه؟ مفروض يعني انت ما شاء الله مستواكي عادي مش فارقه معاكي حاجه، بسم الله ما شاء الله. طب قولي لي بتقضي يومك ازاي في النادي؟ عايزين نعرف. كتير. بتعملي ايه بقى؟ بتروحي تعملي ايه في النادي؟ بروح بلعب باسكت بول وسباحه، طبعا بلعب في موسيقى بيانو، بغني كورال وبعزف، وكمان ام كلثوم عبد الوهاب. لا انت هتقولي لي بقى انك بتغني لام كلثوم وعبد الوهاب؟ هقول لك سمعينا بس صوتك هيعلى عادي. طيب ماشي، سمعينا بس علي صوتك عشان الناس بس تسمعك كويس. ماشي يلا اختاري انت حتى عايزه تغني لمين. بتسالي عليا بتقول وحشاك عليا، بتسالي عليا بتقول وحشاك عليا، والامتى انت حبيبي زي اللي بيا، والامتى انت حبيبي زي اللي بيا، واتصل علي. ايوه يا ولا في دعوة بيا، واتصل علي مالكش دعوة بيا، بتسألي ليه ليه عليا. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، متعددة المواهب ما شاء الله. ده متعددة المواهب فعلا يعني. طب انت ما بتحبيش مثلا لما تروحي النادي تغني مع صحابك تسمعي الناس صوتك اكتر، تروحي مسابقات؟ ما فكرتيش؟ انا بروح مسابقات كل شويه يعني، حاجات مختلفه بقى مش بس سباحه يعني. اوكي. كان محمود الخطيب كلمني بقى، خدت شهادات كتيره. كلموني بقى حتى كمان كابتن عجمي. بشكر يعني الناس يعني. برافو عليك. بشكر كابتن عجمي ودكتور فتحي ودكتور محمود. طب احكي لنا كده لما قابلتي مثلا كابتن محمود الخطيب، الحوار اللي دار بينكم كان ايه؟ يعني احنا كلنا طبعا، تاني هفضل اقولها لك، احنا كلنا فرحانين بيكي وبرافو عليكي، فعايزين نسمع منك. احكي لنا كده، فكرينا باللي حصل يعني. المفروض انا يعني عملت حصل يعني، وانا كنت في النادي اهلي يعني هم كرموني واخدت الشهادات واخدت يعني، حسيتي باهتمام يعني ميداليات وكده يعني. جميل جميل، ربنا يوفقك يا ندى، احنا سعدنا جدا جدا بوجودك معانا، شرفتينا ونورتينا وشرفتي البلد كلها، احنا كلنا بنحبك وكلنا فرحانين وفخورين بيكي وبانجازاتك، نورتينا. ميرسي يا ندى قوي. وفي اي حاجه حابه تقوليها لجمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي دلوقتي بالملايين بيتفرج عليك. جمهور الاهلي كمان
بس انا اهلاويه. ايوه محمد كلنا اهلاويه. اجدع ناس، برافو عليك. بتتفرج على الكوره؟ بتفرج على الاهلي بس. احنا فرحانين بان انت اهلاويه. مش انتوا اهلاويين؟ طبعا. بلاش بره يا زمالك او زبكبايه كده يعني. انت نورتينا يا ندى، ويا رب ان شاء الله المستقبل يكون فيه المزيد والمزيد من الميداليات. انت شرفتينا ونورتينا. يا ندى كده يا حبيبتي. خلينا بقى يا كريم يعني ننوه كده ان احنا هنطلع فاصل، بس بعد الفاصل زي ما كنت بقول لحضراتكم احنا عايزين يبقى فيه تفاعل اكتر ومهتمين جدا بالنقطه دي. هنروح دلوقتي لفاصل، هنرجع نحاول ان احنا كمان على قد ما نقدر طبعا نقرا بعض التعليقات اللي جات على الهاشتاج او على صفحه الاهلي علشان نقدر يبقى فيها متواصل كده نشوف مقترحاتكم. وكمان في حاجه مهمه جدا احنا عايزين انتوا على ان شاء الله احنا هنبدا معاكم تاني الاسبوع الجاي هيبقى يوم الاحد، عايزين انتوا اللي تقترحوا الفقرات، انتوا حابين ان احنا نتكلم في ايه، المواضيع اللي تهمكم، مين من اللعيبه عايزيننا نستضيفه، ابعتوا لنا واحنا هنقرا الكلام ده كله بس بعد الفاصل.